حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتم تتابعونا في حلقه جديده وصباح جديد من برنامج شويه ضحى، ونفس ما عودناكم راح يكون بانتظارنا مواضيع مختلفه ممتعه ومميزه ان شاء الله، بالاضافه الى الضيوف والشخصيات، ونصبح على زملائنا نايف وشوق. سعد صباحك حنين ونايف، ومشاهدينا اسعد الله صباحكم وين ما كنتم تتابعونا، الصباح ان شاء الله يكون جميل، بدايه جميله، وايضا دائما حطوا في بالكم اهداف تحقيقها خلال هذا الاسبوع وخلال هذا اليوم بالتحديد، فصباح الانجازات وصباح الخير نايف. صباح الخير وصباح الخير مشاهدينا. دائما اقول ان انت حاول تاثر باللي حولك وحاول انت تبتسم على اساس انه تخلي الجو يكون لطيف، لكن اليوم يمكن انا جيت نفسيه مش اوكي، فلقيت الجو لطيف الحمد لله رب العالمين، فنكمل معاكم ونبدا معاكم حلقتنا بجمال هذه الانظار. رجالك رفيعه اسالك يا الله لا تبين غلاها، حب الوطن مخلوق فينا طبيعه، عزة احاسيس العرب لا تراها. يا رب وكفوف رجالك رفيعه اسالك يا الله لا تبين غلاها، حب الوطن مخلوق فينا طبيعه، عزة احاسيس العرب لا تراها. نجم انت على شامخ في
شعب نحصونه دون داره منيع وقفة رجال والعذارى معها نستودعك يا رب أغلى وديعة. صباح الخير وصباح الوطنية صباح الأجواء الجميلة نفس ما عودناكم في برنامج في الضحى. يعني نايف طلع بالأغنية بكلمات جميلة، التأثير اللي يتركها الشخص على الفرد، يعني دائما نختار الأشخاص حتى في حياتك اللي يبثون الإيجابية والسعادة في حياتك، وغير كذي مو بس الأشخاص حتى الجو سبحان الله يكون له أثر كبير على النفسية. مستمتعين في الحديث من دمجينا شفتكم وايد معي كذي زين علقوا تكلموا بس اسولف انا لا لانه صدق يعني فعلا كلامك الواحد اليوم يعني المحيط اللي حوله يأثر بشكل كبير، عاد الجو يعني شوي ها الجو الحين قلب. لا بس بالليل ما شاء الله المطر. مطر بس مرات شوي عالي. الصبح شوي شوي حار خفيف. بس الحين شوفي تقولين نختار الأشخاص اللي يكونون في حياتنا. سواء كانوا ربع، سواء حتى كانوا معارف، في أشخاص ممكن أنه لابد منهم في الحياة، لكن أنه نحط لهم حدود معينة. صح. وفي أشياء تأثر على النفسية بعد، رياضة، ترى أيضا حنين ولا؟ اي احيانا وناطرني اقول لا بالنيه لا احيانا الواحد يحتاج لازم عشان يحافظ على صحته علشان وايد اشياء. الحين ما راح نعطي حكم وايجابيات وايد بس لكن فعلا خاصه مع الاجواء الجميله والجيده لازم الواحد يستغلها. بس ترى الرياضه مو بشرط جري، يعني ممكن ترى بالسياره بعد. لا بالسيارة جديدة ما تصير؟ لا يمكن لا حركة اليد إذا تبي مثلا يمكن ممكن مع شوية ريس تمام يعطيك العافية. شكلك تبي تطلع لنا في التقرير على طول صح؟ نلف احنا شي نفس الدوار ناخذ لفة. لا لا في يعني في رياضات يمكن تعتبر السباق نوع من أنواع الرياضة ولكن مش من الناحية اللي نتكلم عنها الناحية الجسدية أو من الناحية اللي احنا يمكن نحافظ على الرشاقة أو من خلال أن نقلل من لا بعض الأمراض. لا 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 خلينا على النفسية احنا مو على النفسية حتى السباق يعني. سباق له جانب نفسي وبعدين غير شيء أصلا السباق في ناس يأخذونه مش بس من جانب هواية يعني جانب استمتاع لما يدخلون صدق المود كله يتغير الجو كله يتغير فبالعكس يعني هالشيء جدا حلو. ويمكن ذكرتي الاجواء يعني انا اقول استغلوا اخر شيء ما تبقى من الاجواء يعني احنا خلاص على نهايه اجواء الربيع اذا كانت في اجواء ربيع شوي مع الحار الحين لا بس حلو حتى دولة قطر حريصه قاعده نشوف ان في فعاليات كثيره قاعده تنظمها علشان في الاجواء الحين اللي موجوده عندنا سواء في كتارس وبواقف في اماكن كثيره كلها موجوده. وغير كذي اللي كنت بقوله اليوم عندك مثلا في وايد اماكن عندك سباير عندك الكورنيش وين ما تروحون تقدرون تمارسون الرياضه. غير كذي عندكم بعد الطرق اليوم مسوينها مخصصينها للسياكل يعني هذه بعد بادره جدا جميله ورياضه جدا جميله والواحد يستغل هذه الاجواء لانه فعلا غير انها متنفس غير ان الواحد يستمتع يعني انا فعلا لما اسوق السيكل احس خلاص جو ثاني جو مختلف خصوصا احنا مو هالشيء مو متعودين نسويه دائما خاصه بعد اذا كان الجو يساعد وبنظره تساعد. لكن خلكم معي مشاهدينا دام ان حنين شوي عارضت بشكل بسيط بعدين وافقتني موضوع السيارات فاحنا بنشوف معاكم تقرير عن بطوله قطر الوطنيه للسرعه واللي هي اسمها سبرنت وتتخصص في فئه السيارات بنشوف ان شاء الله حنين تقتنع مقتنعه خلاص نشوف معاكم التقرير. صراحة جولة ناجحة بشاركت 40 متسابق اليوم طلعوا البوديوم شباب قطريين وايد فازوا بالمراكز الأولى مراكز متقدمة كانت الجولة جدا رائعة الجو جدا رائع وكل مالها والجولات تصير أحسن وأفضل وإن شاء الله ولا الآن ما حسمت المسابقة وهذا دليل على تنافس الغوي والجولات الغوية وإن شاء الله في الجولة الخامسة 27/4 بتكون النهاية والختام. طبعا مناطق هو الراعي لأنشطة الاتحاد وهذا واحد من الأنشطة اللي احنا نستخدمها لاستقطاب متسابقين جداد هو بسياراتهم العادية الغير مجهزة بأي تجهيزات خاصة وهذا البواب اللي يدخل من المتسابق واحنا ندعمه بخمس جولات ونحاول ان احنا يكون نهائي البطولة في احد الاماكن السياحية في قطر.
طبعا اكيد المنافسه كل مالها وتزيد في هالبطوله، لكن في نفس الوقت الاستراتيجيه اللي تلعبها بعد هي تاثر على النتائج. انا هالجوله جيت وحسبت حساب انه في مطر بيكون في المسار، فاستخدمت اطارات مطر تقريبا او اطارات شارع خلينا نقول. الشباب كانوا مستخدمين اطارات سباق، اول رن كان في مطر فكان الوضع مناسبني وتصدرت في اول رن، لكن طبعا ما استمر الحال، هذا يعني اقدار والواحد ما يتحكم فيها. انضم الى متابعتنا حياكم الله في برنامج شوي الضحى. دائما نرجع ونقول لكم كل ما تشوفون الجرايد معناته وصلنا الى الفقره الاخباريه، ودائما نسلط الضوء على مجموعه مختلفه متنوعه من الاخبار وصحفنا المحليه بين الرايه الشرق والوطن. يمكن الاخبار تكون متكرره في الجرايد، ولكن لكل صحفي بالتاكيد هناك صيغه وطريقه وجمله قد تكون مختلفه عن الثانيه وخبر يميزه عن الثاني. في الرايه راح نبتدي والإبداعات والابتكارات والإنجازات والمتميزين. عندنا هي 6 ابتكارات قطرية تنافس في معرض جنيف الدولي. راح ناخذ هذا الخبر من جريدة الراية. يشارك النادي العلمي القطري في معرض جنيف الدولي للاختراع المقام طبعا خلال الفترة من 10 حتى 14 أبريل الجاري في مدينة جنيف السويسرية بمجموعة من الابتكارات وعدد من المبتكرين القطريين المتميزين في هذا المجال، وهم المهندس خالد محمد أبو جسوم واللي يشارك بابتكاره أوليفر الطاهي الذكي. طبعا هذا الاختراع هو عبارة عن جهاز طهي ذكي وآلي بالكامل يتوافق مع تطبيق خاص على الهاتف المتحرك، غير كذي يحتوي على وصفات مبرمجة مسبقا ابتكرها طهاة محترفين، وسواء كان طبعا مستخدم رياضيا او طالبا جامعيا او حتى موظفا او دائم الانشغال، هذه آلة الطهي راح تكون رفيقة مثالية ان تكون من الابتكارات والاختراعات اللي موجودة دائما معاها. كان اول خبر من جريدة الراية، ودائما احنا نشوف ان هناك عندنا ابداعات وطاقات شبابية ومبدعين يبتكرون وينجزون في خدمة الوطن، وذلك طبعا توافقا مع رؤية قطر، حيث قطر حريصة ان يكون ابنائها دائما هم المنتجين في هذا الوطن. في جريدة العرب الخبر اللي اخترناه لكم الإنجازات والتعليم، ناخذ الإنجازات والتعليم والتطور اللي قاعد نشوفه وإنشاء كلية للإعلام قريبا، ومسار العربية راح يصبح إجباريا في كل التخصصات بالجامعة. أكد الدكتور راشد الكواري عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر أن راح يتم الإعلان عن إنشاء كلية للإعلام قريبا داخل الجامعة، وأن مسار اللغة العربية راح يصبح إجباريا في جميع التخصصات بالجامعة. قال أن جامعة قطر هي الجامعة الوطنية ويجب على الجميع دعمها، وأن الخصوصية والتميز يعتبران من أهم خطط الجامعة طبعا للوصول بالتعليم في قطر إلى العالمية. وأوضح طبعا أن هدف الحصول على الشهادة فقط من أسباب عزوف القطريين عن بعض التخصصات المهمة منها الإعلام. وطبعا شدد الدكتور الكواري على ضرورة أن يقوم الشباب بالتأني في اختيار القسم اللي يبونه قبل الدخول للجامعة، مؤكدا على أن الشباب من المواطنين والمقيمين هم دعائم تحقيق رؤية قطر 2030. هذا كان خبرنا من جريدة العرب. وبالنسبة حق التعليم، يعني ما شاء الله احنا قاعدين نشوف دولة قطر من الدول اللي تحتضن مجموعة ولديها مجموعة جدا كبيرة من الجامعات اللي حريصة أن أبنائها يكونون على مستوى جدا عالي من التعليم. آخر خبرين وآخر جريدتين عندنا الشرق والوطن. بين الشرق والوطن ناخذ خبر من جريدة الشرق ونختمها بعدين في الوطن. وعن الإبداعات كذلك عندنا هذا الخبر حلو من حوتة الوطن الأم، تبرز أهمية المرأة في بناء الدولة. يعتبر العمل الفني الوطن الأم للفنان الشيخ حسن بن محمد آل ثاني من أهم الأعمال الفنية اللي تعرض بمتحف قطر الوطني، حيث يبرز العمل العلاقة بين الأب والوطن الأم والهوية الوطنية. وتعبر هذه المنحوتة اللي تم وضعها أمام مدخل صالات العرض الدائمة عن ارتباط الفنان بالأرض،
وعن موضوعات أخرى كالأمومة والهوية الوطنية، طبعاً في حين يحتفي هذا العمل بالمرأة القطرية اللي تنتمي للجيل القديم واللي ما تزال تبتدي البطولة إلى وقتنا الحالي. يعني الإبداع والفن، شفنا دولة قطر حريصة على هذا الشيء وتمسكها بأنه يكون التراث موجود في كل زاوية، سواء في العمران في الإبداع، وغرست هذا الشيء في أبنائها، لأن احنا قاعد نشوف الحين يعني حتى رغم التطور والتقدم، حتى رغم الأشياء اللي احنا قاعد نشوفها، للحين متمسكين أن يضيفون هذه اللمسة في كل حياتهم. فهاي كان خبرنا ما قبل الأخير من جريدة الشرق، وآخر خبر راح يكون نفس ما قلت لكم راح نختمها في جريدة الوطن، وحريصين تكون الأخبار اللي موجودة عندنا منوعة. خلينا ناخذ هذا الخبر. وفاق يحتفل بيوم الأسرة في قطر. يحتفل مركز وفاق بيوم الأسرة في قطر والذي يصادف 15 أبريل كل عام تحت شعار التربية الوالدية حصانة مجتمعية، حيث ازداد اهتمام المجتمعات طبعا بالإنسانية في الآونة الأخيرة بما يعرف طبعا بالتربية الوالدية كاستراتيجية تقلل من حالات إهمال الأطفال من جانب، وكصيغة أساسية تقدم التدريب والتوجيه المتكامل للوالدين طبعا لتلبية حاجاتهم إلى اكتساب المعارف التربوية الصحيحة والمهارات اللازمة للتعامل الإيجابي مع الأبناء. هاي كان آخر خبر من جريدة الوطن، كانت جولة سريعة بصحف مختلفة وأخبار متنوعة، وأرجع وأقول إحنا نسلط الضوء على الإنجازات اللي موجودة في قطر، سواء من استضافتنا لضيوف الشخصيات في الاستوديو أو من خلال تسليط الضوء على الأخبار أو حتى من خلال زملائنا المراسلين اللي موجودين في أكثر من منصة وفي أكثر من مكان. طبعا الوظائف الموجودة كذلك في المجتمع ودور كل فرد في المجتمع، إحنا أمس سلطنا الضوء على نقطة وايد مهمة حتى الضيف ذكرها، إنه شنو كانت وظيفتك وشنو كنت في أي مجال كان، لا تقول أنا شلون بساهم في رؤية قطر، أنت تقدر تساهم من خلال الوظيفة اللي أنت قاعد تقدمها، أنك تبدع فيها تتميز فيها تساهم فيها وتقدمها على أكمل وجه. من هذه الوظائف المهمة واللي قاعد نشوف هناك ولله الحمد أصبح إقبال جدا كبير عليها، اللي هي مهنة التمريض ولله الحمد، فنظرة المجتمع التساؤلات اللي قاعد تدور على هذه المهنة وإقبال كثير من العنصر النسائي على مهنة التمريض راح نشوفها من خلال هذا التقرير وإجابة على مجموعة من التساؤلات، والله يوفق الجميع في أي مهنة كانت. طبعا اليوم احنا مركزين عن مهنة التمريض، راح نتكلم عن هذه المهنة كيف نظرة المجتمع تغيرت، صارت تحث وتشجع أبنائها عن دخول هذا المجال، وأيضا كيف راح يكونوا ممرضين في المستقبل، ايش الصعوبات كيف يتجاوزونها، نفتح باب النقاش بين القياديين اللي عندهم مجال اقل يعني اقل شيء 14-15 سنة مع الجيل الجديد، لو عندهم أي استفسار في هذا المجال، التركيز على مجال التمريض أو مهنة التمريض في أكثر من مجال القيادة ومجال الأبحاث وأيضا مجال العملي. إذن عودة لكم مشاهدينا، وراح نتكلم عن مسرح الطفل. مسرح الطفل يعني يساهم في أشياء كثيرة، منها تنمية مهارات الطفل الإبداعية والفكرية، وكذلك ينمي الذائقة الفنية عنده بشكل مبكر. إذا كان في موضوع يود الفنان والمخرج أن يوصله، راح يكون من السهل إيصاله كذلك عبر الإعلام من خلال التمثيل أو الأغنية
أو حتى الفن التشكيلي شوي. أكيد يعني بلا شك اليوم لما نتكلم إحنا عن المسرح بشكل عام، حتى لو ندقق التفاصيل عن المسرح اليوم صار فعلا له دور كبير. دائما يقول لك حتى أعطني خبزا وأعطني خبزا مسرحا أعطيك شعبا مثقفا، لأهمية فعلا جانب الإعلام وجانب أي تحديدا أيضا حتى المسرح. فلذلك اليوم راح نتحدث أكثر عن مسرحية متميزة خلال هذه الفترة، مسرحية فرسان الوطن. هي مسرحية موجهة تحديدا للأطفال، راح نتعرف على موضوعها من خلال مخرج المسرحية الفنان الكبير فالح فايز وبطلة المسرحية الفنانة زهى قادر. حياكم الله وأسعد الله صباحكم بكل خير. الله يحييكم وصباحكم الله بالخير. وهذا لنا شرف طبعا احنا نتواجد معاكم في هذا البرنامج في الشرف لنا. أهلا وسهلا وصباح الخير. أوجه لجمهور برنامج في الضحى وصبح عليه وأقول لكم صباحكم خير وشكرا على الاستضافة، وسعيدة أنا بتواجدي معكم هنا مع مخرج العمل اللي موجودة مع أنا فرسان الوطن. شرف لنا. نبدأ مع مخرج العمل، كلمنا عن المسرحية بشكل عام، حطنا في الأجواء. هي تتكلم يعني عن مثل ما نقول احنا اوقات الصراع الخير والشر، بس هي تتكلم عن اشرار هم يبون ياخذون سيف. السيف هذا اذا هم سيطروا عليه خلاص سيطروا على العالم كله، والسيف هذا موجود في صانعة الدمى. طبعا العصابة تبي تاخذ هذا السيف عشان انها هي تسيطر على العالم. من خلال هذا يتاخذ السيف، الولد هو ما سمع كلام هله، ما سمع كلام خالته، بدا طلع السيف انه في الصندوق هذا، جو العصابة وخذوه. هنا عندنا احنا في الدمى هذا اللي موجودين مع الولد، حاولت ان تساعد الولد لان تساعد ان هذه لان جزء من الوطن اللي موجودين. يعني احنا حتى لو نقول ان كدمة الدمى هذه لا تعتبر مثلا كانهم اللي عايشين في هذه البلد يعني مع الولد، وبدا رحلتهم لاسترجاع السيف. من خلال هذه الرحله اللي عندهم اللي هي يروحون لها يتفاجئون في كتب، في خيال الظل، في الذيب، في يعني تجيهم عناصر مفاجئه وعناصر مثلا مثل نقول مثل عالم عجيب غريب عليهم. في الاخير طبعا هم يسترجعون السيف ويحافظون على بلدهم ويحافظون على وطنهم، وهذا كل اللي يلاقيهم في الطريق. طبعا هم ما يفتح لهم الطريق الا بعد ما يعرف شنو هدفهم. انتم تدافعون عن وطنكم، تبون ترجعون السيف وهذا لوطنكم، احنا بنساعدكم. كل العناصر هذه اللي تجيهم يعني هي ممكن ما تكون مثلا مش تعليميه تعليميه كثر ما تكون هي ولاء لهذا الوطن وحب هذا الوطن. يعني حتى نقدر نقول من خلال المسرحية في تعزيز لقيم رئيسية سامية ومهمة، وهذا طبعا أهم شيء يمكن حتى من خلال المسرح ودور المسرح. فلو نتكلم زها تحديدا، أنت أكيد مع الخير، تمثيلك مع الخير مش مع الشر صح؟ بطولة الخير ولا؟ في مسرحية فرسان الوطن لا أكيد مع الخير. مع الخير. زين نتكلم عن دور التحديدة. أي إحنا ثلاث، إحنا دمى، أنا وحبوب دمى. هو فيصل الرشيد. ومعنا غانم عبد الله الهاجري. فاحنا جانب الخير بالمسرحيه، ودائما احنا نحارب الشر، وبالاخير دائما الخير هو اللي ينتصر. وفي صراعات حلوه تصير، يعني مثل ما قلتي ان هي رساله تحفيزيه توعويه بطريقه جدا جميله وطريقه ممتعه تصل الى قلب وعقل الطفل. يعني استاذ فالح فايز كتبها شهادتي في مجروحه مو انه بوجهه، بس ان كتبها بطريقه جدا سلسه جدا جميله وفعلا ممتعه. نعم. هي ممتعة لو تشوفي الحضور التفاعل، حتى الأطفال اللي موجودين تفاعلهم مو طبيعي، خاصة البارحة اللي صار احنا ما قدرنا نتكلم من كثر ما هم متفاعلين ويانا. إن شاء الله. زهى، دائما المخرج عنده رؤية، هل أنت مع الممثلين وصلتوا لنفس الرؤية وطلعتوا بنفس الصورة اللي كنتوا تبون توصلون لها؟ إيش هي الرؤية اللي عند المخرج؟ دائما عنده رؤيه فنيه، عنده صوره يحب انه ينفذها على المسرح. شكل يعني شكل المسرح. اعتقد انه استاذ فالح وصلنا للي تبغاه له، واعتقد انه راضي بدون الطالعين. لا هو شوف الحلو، خلني اقول لك شغله، استاذ فالح من المخرجين اللي انا تشرفت اشتغلت وياهم وجدا سعيده في التعامل معهم. هو كقائد صارم وحنون وعطوف وطيب، يعني كل هذه التركيبة
يعني خلانا احنا نحب العمل، يعني كحب جماعي لهالعمل اشتغلنا احنا فريق واحد، يعني كلنا قلوبنا على بعض لازم نشتغل مع بعض عشان نطلع شيء حلو، شيء يشد، شيء جميل. فهذه هو. نعم طبعا استاذ فالح فايز احد اعمده الفن القطري، طبعاً يعني اكيد شهادته في مجموعه قامت الفن الخليجي استاذ فالح فايز، يعني اكيد ووجوده اليوم ايضا يسعدنا. ايش رايك المقابله؟ احنا نمدحك استاذ فالح. يستاهل، يستاهل كل خير. لا فعلا يعني، لكن بعد استاذ فالح بنفس ما ذكرنا يعني احنا لو نتكلم عن مسرح الطفل تحديدا اصعب حتى من مسرح الكبار، لان انت اليوم مسؤول ان شلون تقدر توصل رساله للطفل بطريقه تكون سلسه ممتعه وانه هو يستمتع فيه من البدايه للنهايه. فايضا اختيار الممثلين شيء مو سهل، لازم فعلا تختار ممثلين يقدرون يتعاملون مع الطفل بطريقه ذكيه. فشلون كان اختيار الممثلين؟ هو شوفي، بعد كتابه النص انت في خلال تكتبين النص في اشخاص انت في بالك ان هذا بياخذ الدور هذا، هذا بياخذ الدور هذا، لما خلاص النص اكتمل وبعد إجازة النص تبدأ هنا الاختيارات اللي هي النهائية والبدائل. يعني أنت مثلا أنا بأختار شوق، أختار مثلا زهاء، أوكي خلي هالثنتين موجودين عندي، من هو الأفضل، من هو الأفضل في الطريقة هذه التعامل مع الطفل، لأن في بعضهم لأن يمكن زهاء أول مرة تشتغل ترى طفل، أول مرة صح، أول عمل لها طفل، لأن تجربة جديدة لها، أول مرة طفل، كانت يعني خايفة فظيعة صارت، كانت خايفة ولدرجة لأن تعرفي الطفل إنه صعب جدا تشديه، فإذا كان مسرح صعب الطفل، يعني تعرفي الطفل أصدق كائن، أنا أسمي أصدق صحيح. كائن يعني إذا أنت ما شديتي وأنت على خشبة المسرح عادي سولف، يمسك جوال، يمسك كتابة عادي، فصعب يصير عاد الاختيار هذا. أنا طبعا الاختيار كان ممكن من شهر، أنا أتذكر 10 شهر سيطافت. إيه 10 أنا مكلم، يعني مكلم لي يمكن 3 أشخاص فقط اللي أنا أبيهم العناصر الرئيسية، يعني قبل زهى مكلم فيصل أسرار وعبد الله الهاجري، هذه الثلاثة أنا مكلمهم من البداية، بعدها أختار العناصر اللي هي بتساعدني، مثلا عندي أنا غوريلا، عندي ذيب، عندي كتاب، عندي خيال الظل، عندي أشرار، عندي هاي، أدور العناصر اللي هي ممكن أن تركب معها الدور. حلو. وممكن في ناس يعتذرون بس البديل موجود عندي. بعد الاختيار هذا اللي يصير الاختيار هذا ابدأ اخذ ارائهم، شلون شل المسرحيه، عجبتك كذي، والله انا خاطري في الدور الفلاني، اقول له انا اشوفك في الدور هذا الفلاني احسن لك انت، طبعا انت يعني كمخرج لك رؤيتك الخاصه. بعد هذا الاكتمال العناصر هذه تبدا شغل البروفات، شغل البروفات هذه شلون احنا حتى العرض الحين لما احنا نشتغل في العرض انا يوميا قاعد لهم وجههم على طول عقب العرض، ولا مسج كذي اقعد له طاق 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 اشلخ فيهم في المسجات زي واسكر، كل فاهم خلاص ما حد يرد لانه فاهم خطا اللي سواه. زين الواحد يترك خطا. انا عن نفسي اول ما اخلص العرض اول سؤال اساله شلون شفته، مبتسم ولا مو مبتسم؟ شلون شفته استاذ فالح؟ مبتسم ولا مبتسم؟ الحمد لله يعني ادينا صح راضي الحمد لله. يعني احنا نقدر نقول فعلا كانت الانطلاقه تاريخ 4/4 هذا الشهر، واحنا اكيد راح نستمر معاكم، نستمر ايضا بالتعريف اكثر عن هذه المسرحيه واوقات العرض، لكن راح ننتقل مره اخرى الى حنين وضيفها الكريم واكيد مواضيعه المميزه. يعطيكم الف عافيه وتحيه لكم وضيوفكم الكرام، مستمتعين بهذا الحوار وهذه الروح، ودائما نرجع ونقول مشاهدينا لنجاح اي عمل لابد يكون هناك تعاون واختيار الكوادر، يكون اختيار صحيح وتنسيق واستراتيجيه لابد ان تكون اتباعها في اي عمل. مواضيعنا دائما في فيضحة لازم انها تكون مختلفة ومتنوعة، نطلع من الموضوع ندخل لموضوع اخر، واليوم راح نتوقف واياكم في هذه الفقرة مع اهم معالم المنهج النبوي في بناء الشخصية، شلون يمكن نحن نوظف الطاقة الشخصية بناء طبعا على هذا المنهج القوي، راح نتحدث عن هذا الموضوع، راح يكون معنا الدكتور رضا الحديثي مدرب وباحث في علم الانماط النفسية والطباع الشخصية، فحياك الله معنا دكتور، سعيدين بتواجدك. يعني هذه أول زيارة لقطر. أي الحمد لله. فمنورنا وإن شاء الله ما تكون آخر زيارة، لأن حريصين نحن نستفيد من الخبرات، نستفيد من الأشخاص اللي دائما يقدمون ويخدمون الوطن باللي يقدرون عليه، فحياك الله معنا دكتور. أهلا وسهلا بك. إن شاء الله دكتور، يعني هذه أول زيارة نفس ما احنا ذكرنا في بداية هذا اللقاء، شو اللي شفته في قطر؟ ابتداء قطر بلد الكرام وتهفو النفوس إلى حقا إلى زيارتها وإلى
رؤيتها وإلى رؤية هذا الشعب الكريم. وأظن هي فرصة بالنسبة لي فرصة تاريخية أنه ألتقي بهذا الشعب وألتقي بإخواننا من أهل قطر في برامجنا التدريبية إن شاء الله اللي سنقيمها قريبا. تنورنا ويعطيك العافية. راح تكون لمدة أسبوعين موجود في قطر. نعم، نبي نعرف مشاهدينا عن دورك، شنو راح يكون خلال هذه الأسبوعين، شنو البرامج اللي راح يتم تقديمها، خاصة سمعنا أن هناك راح يكون برامج مجانية، لأن كثير من الأشخاص والأفراد أكيد حابين أنهم يستفيدون من البرامج اللي أنتم قاعد تقدمونها. ونقطة جدا مهمة أن هذه البرامج تم تقديمها في 7 دول مختلفة، فأعتقد ما حد له عذر لما يكون عندنا هذا الشيء ويجلب من الخارج للاستفادة منه. الله يجزي خير. الفكرة يعني حتى نختصر الفكرة ومن أين ننطلق، ابتداء نحن نقول الجميع موهوب، كلنا موهوبون. لكن هذه الموهبة تحتاج إلى أساسيا أن نكتشفها وأن نطورها. الآن في كثير من الناس يعيش كل حياته وهو لم يكتشف ولم يطور. وقد يكون البعض استطاع قدرا بالصدفة أن يتعرف على الموهبة ويمشي، لكن الغالبية الكبرى من الناس هو لا يميز نقطة القوة التي لديه. برامجنا حقيقة قائمة على أن محاولة أن نساعد الآخرين في اكتشاف مواهبهم ومعرفة دورهم الأنسب لخدمة وطنهم وبلادهم وخدمة الآخرين. هذا البرنامج وضعناه في أكثر من صيغة. لدينا برنامج اسمه مدرسة الصحابة لمعرفة الدور، لدينا برنامج اسمه موهوب لطلاب المدارس. بفضل الله طبقناه خلال 3 سنوات الماضية منذ انطلاقها في عمان قبل 3 سنوات في أكثر من 7 دول مع أكثر من 20 جنسية مختلفة مع 5000 متدرب. فبفضل الله يعني وجدنا اللمسة الجميلة، يعني احنا نسميها الأها، اللي هو الدهشة التي يشعر بها الإنسان لما يشعر أنه وجد موهبته. هذا بالضبط اللي حابين نوصل لكل الناس. وأكيد يعني قطر من البلاد الواجب علينا أن نوصل هذه الرسالة ونساعد طلابنا وأبنائنا في محاولة اكتشاف موهبهم. جميل. طبعا إن شاء الله راح يبتدي من اليوم صحيح؟ اليوم في محاضرة مجانية. نعم. طبعا يعني بإشراف مركز تربية وهو مركز هنا في قطر مشرف على برامج القيم والبناء والتربية، ولذلك لدينا البرنامج الأول اليوم هو محاضرة في المنهجية النبوية في اكتشاف المواهب، وسيكون فيها تطبيق مع المشاركين لمعرفة مواهبهم بإذن الله. جميل. ذكرت دكتور اكتشاف المواهب، هناك بعض الأشخاص لم يكتشفوا الموهبة لحد الحين، كيفية اكتشاف الموهبة؟ أدري راح ياخذونا في المحاضرة وخلال هذه الأيام، بس احنا راح نستغلك بعد لايف اللي ما راح يقدرنا يكون موجود أو يحضر معكم، بس بالتأكيد نتمنى أن الكل يحضر ويستفيد. وجداء اكتشاف المواهب فيه أكثر من طريقة. الطريقة المعتادة أن نراقب أنفسنا ونراقب الآخرين فنشوف إيش هي الأعمال اللي نقوم بها بسرعة أكبر ولذة أكبر ومتعة أكثر ووقت أقل قياساً أو مقارنة بالآخرين. هذا طبعاً جزء يحتاج مراقبة سواء من الآباء أو من الشخص لنفسه. الجزء الثاني هو استخدام مقاييس علمية محكمة نستطيع من خلالها أن نختصر الطريق، فبالتالي من خلال جلسة واحدة من خلال يوم واحد يستطيع الإنسان أن يضع نفسه على الجادة الصحيحة. وبالتالي في قانون في علم الإدارة يقولون ما لا تستطيع قياسه لا تستطيع إدارته، يعني اللي ما يعرف إيش عنده كيف حيديرها. فنحن نحرف الإنسان، نرفع الوعي الذاتي للإنسان بما عنده، وبالتالي هو حيكون على جادة صحيحة، سيعرف ما لديه. مرات نشبهها بالتليفون، اللي ما يعرف التطبيقات اللي فيه ما حيستعملها. احنا نعرف الإنسان بالتطبيقات الموجودة بالفطرة ومنصبة في شخصيته ليحاول أن يفعلها ويستثمرها. جميل. إذن دكتور أنت ذكرت لي قبل ما نطلع على الهواء أن هذا البرنامج مقسم إلى قسمين يستهدف مجموعة من الفئات من ضمنها الطلاب، بالإضافة ناخذ التفاصيل أكثر. يعني هو احنا البرامج حقت خلال الفتره في برامج خاصه بالكوادر التعليميه والتربويه اللي هو تطوير الاداء التعليمي والتربوي باستخدام مقياس الانماط النفسيه، وهذا برنامج تدريبي. في برنامج تدريبي اخر هو مدرسه الصحابه اكتشف دورك الذي خلقت له، وهذا ايضا برنامج تدريبي. في هناك محاضرات مجانيه وورش قسم منها لطلاب المدارس وتم التنسيق مع بعض المدارس، وهناك قسم لمعلمين ومدراء مدارس، و محاضرات عامة مثل محاضرة اليوم اللي نستهدف بها الذي يحب أن يطلع على المنهجية النبوية في توزيع الأدوار ويحاول أن يعرف نفسه من خلال هذه الورشة. جميل. يعني يمكن نقدر قاعد نقول أن الجميع راح يستفيد سواء كبار صغار، خاصة مخصصين جزء وجانب كبير في الجانب التعليمي واهتمامكم بالطلاب تحديدا، وهذه أهم مرحلة باعتقادي، لأن باستطاعة الطفل أنه يكتشف ذاته من بعدها في المستقبل يكون له دور في المجتمع وأنه يكون قادر على اكتشاف الموهبة اللي هو يعني
يشوف نفسه فيها. احنا اليوم نبي نتحدث كذلك بشكل كبير عن معالم المنهج النبوي، لان انتم تسلطون الضوء كذلك في محاضراتكم وفي البرامج بشكل كبير على هذا المنهج. يعني ابتداء يعني اللي يطلع على السيرة النبوية سيكتشف انه هناك سر اداري وحكمة عالية استطاع بها النبي عليه الصلاة والسلام ان يوزع الادوار. هذا يناسب لهذه، هذا يناسب للعلم، هذا يناسب للحرب، هذا يناسب للسفارة أن يكون سفيرا، هذا يناسب أن يكون. هذا التوزيع هل هو توزيع قابل لأن نكرره أو نستنبطه؟ الفكرة التالي أنه درسنا شخصيات الصحابة ودرسنا الأدوار التي كلفوا بها أو نجحوا فيها وطلعنا معادلات تتوافق مع العلم الحديث في الأنماط النفسية، صار عندنا معادلات سهلة التطبيق، وبالتالي نحن نساعد الجيل في خدمة بلاده وأوطانه وفي خدمة الآخرين عن طريق رسم هذه المنهجية، وبالتالي سيبدأ الرحلة الأهم في الحياة وهي رحلة اكتشاف الذات. نعم. رحلة اكتشاف المواهب هي أهم رحلة بالحياة، تختصر على الإنسان الزمان، تختصر عليه الوقت، تختصر عليه الجهد، وبالتالي يبدأ بسن مبكر بدل ما يكتشف نفسه بعد 40 سنة ويقول هذا ليس مكاني. لا، نحن نسرع في هذا الأمر مع الأخر. جميل. طبعاً دكتور راح نتكلم أكثر عن المنهج النبوي، راح نتكلم عن اكتشاف الذات واكتشاف الموهبة، ولكن بعد ما نذهب ومشاهدينا الكرام إلى أحد المدارس وأحد الجامعات اللي موجودة، كنا تكلمنا عن الطلاب والتعليم، إلى جامعة قطر وعبد الله الهلابي. نصبح عليك، صباح الخير أخوي. صباحكم الله بالنور الزملاء في الاستوديو والزميلة حنين، وصباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. طبعا احنا موجودين في جامعة قطر وتحديدا في المؤتمر الصحفي للإعلان عن مؤتمر الاحتباس الحراري العالمي الثامن. طبعا راح نتكلم عن هذا المؤتمر مع الأستاذ الدكتور فارس المؤمني رئيس اللجنة التقنية في المؤتمر. في البداية نرحب فيك ويانا في تلفزيون قطر. الهدف منه. شكرا لك وصباح الخير للجميع مشاهدينا. الواقع هذا المؤتمر هو مؤتمر عالمي، حاليا هو في جامعة قطر في نسخته الثامنة، عقد في أكثر من دولة سابقا، وكان التركيز دائما على مشكلة الاحتباس الحراري. المؤتمر راح يكون إن شاء الله افتتاحه في جامعة قطر في يوم 22 أبريل، وسوف تتم عقد الدورات والمناقشات البحثية خلال مدة 3 أيام في مؤتمر انتل كونتيننتال في الدوحة. يهدف المؤتمر لعرض الأبحاث وآخر التطورات وآخر المستجدات في نتائج البحث العلمي للبحوث التي كانت في مجال الاحتباس الحراري. كما تعرفون أنه ظاهرة الاحتباس الحراري هي ظاهرة عالمية، وقطر ورؤية قطر الوطنية تتركز على العمل على تنمية الاستدامة للحد من هذه الظاهرة، وهنالك العديد من الخطوات التي قامت بها الدولة للمساهمة في تطور والحد من عملية الاحتباس الحراري، من حيث استخدام الطاقة البديلة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وتطوير أبحاث في استخدام كفاءة الطاقة. بناء على ذلك تم الاتفاق مع اللجنة المنظمة للمؤتمر لاستضافة هذا المؤتمر في هذه الجامعة، وحيث يقوم العديد من الباحثين من 160 دولة، سوف يقومون بنشر أبحاثهم العلمية في هذا المجال. الهدف من المؤتمر هو توازن هذه النتائج، نشر آخر التطورات، عرض المجالات البحثية التي يقوم بها باحثون في جامعة قطر في هذه العملية. طبعا المؤتمر سوف يتركز على أبحاث الغاز والنفط والغاز، كما يركز على أبحاث معالجة المياه وإدارتها، كفاءة استخدام الطاقة، معالجة النفايات وكل هذه الأمور. وإن شاء الله سوف يسهم كثير من طلاب جامعة قطر في هذه الفعالية. دكتور فارس شكرا جزيلا لك وما قصرت بالتوفيق إن شاء الله. يعطيكم العافية. طيب مشاهدي الكرام، هذا اللي عندنا في جامعة قطر في المؤتمر، وعودة للزملاء في الاستديو. يعطيك العافية عبد الله، شكرا لك أيضا، وتحية لضيفك الكريم على هذه المعلومات، ونتمنى لهم كل التوفيق. وإحنا ما زلنا مستمرين معاكم مشاهدينا في جانب الإبداع وجانب مسرح الطفل. يعني إحنا يمكن قبل شوي كنا قاعدين نسولف وندردش عن أهمية هذا المسرح بشكل عام، وأن أنتم بالفعل انطلقتوا تاريخ 4، راح تستمرون إن شاء الله لين متى أستاذ فالح؟ إحنا حاليا يعني من 4 يعني ممكن لين تاريخ 13،
واحتمال يكون تمديد لما إذا يكون في حضور جماهيري بيتمدد العرض دام إنه ما في يعني عندنا إحنا عروض ثانية ورانا مثلاً في بعضنا عقبنا إحنا بتكون في مسرحية كبار وبعدهم بعد في مسرحية في رمضان بتكون بعد السنة يعني أول سنة يقدم في عمل في رمضان بعد للكبار وبعدها بتكون في العيد بيكون في عمل للطفل ويعني مستمرة يمكن لين شهر ثمانية آخر ثمانية هذه كلها عروض إحنا خذنا مواعيد يعني صارت مواعيد مثلاً كل واحد خذ له أسبوعين ثلاثة أسابيع بعدها تجي فرقة ثانية وفرقة وفرقة والأحلى من هذا كله اليوم لما قاعد نشوف نايف إنه فعلًا في حراك ثقافي على المسرح اليوم قاعد نشوف إن الحركة المسرح صار فيها نشاط الحمد لله اليوم صاروا كبار وصغار حتى يدخلون في هذا الجانب ونشوف اليوم الأحلى التعاون هذا الكوكبة اللي صارت وتجمع ما بين أكثر من دولة على مسرح واحد يعني من عمان ايضا كانت تجربه جدا جميله والحلو بعد ان انت بعد انقطاع كبير رجعتي مره ثانيه والاحلى رجعتي بشيء مختلف جديد مسرح الطفل صحيح صح فلنتكلم عن خلال هذه الفترة لا انا رجعت انا انقطعت لسبع سنين رجعت في مهرجان مسرح العماني السابع نعم بمسرحيه مهرجانات يعني والمسرحيه هذه مختلفه تماما في مسيرتي الفنيه هذا شيء جديد مسرح الطفل اول مره افضل ممثله صح كنت لا هذه لا المهرجان الاول والثاني ماخذ افضل ممثله لا بس انا اللي قصدي ان رجعتي حتى رجعتي بانطلاقه جدا قويه ان انت بشيء وجانب مختلف مش متعوده عليه ابدا مش متعوده عليه هو انا طبيعتي انه انا ما يهمني الكم ابدا يعني حتى انا جدا مقله في اعمالي الحين قبل شوي كنت اقول لك اذا ما عندي دور يستفزني نص يستفز ما راح اشارك فيه فدور سويرة والمسرحية تجربة جديدة وتجربة ممتعة أنا على فكرة قاعدة أقدم الأعرض المسرحية وأنا مستمتعة بالشيء اللي أنا جالسة أقدمه أكيد أنا وزملائي يعني مثل ما تقولي هي متعة يعني صحيح. مو أنه عندي شغلة لا لازم أخلصها ولازم لا مستمتعة بالشيء اللي جالسة أقدمه أستاذ فالح فن المسرح الكبار يعني احنا لنا حق بعد ترى الاشياء القادمه ان شاء الله كيف ممكن الصوره تكون يعني انت اعطيتنا نبذه سريعه لشهر 8 يعني فصل لنا اكثر شيء في المعلومات يعني احنا بعدنا احنا في مسرحيه حق المؤلف والمخرج وطالب الدوس زين عنده عمل مسرحي اسمه خربطيشن ايه خربطيشن يعني الاشياء مخربطه يعني إيه كل شيء خربطه هذه يعني قصه حلوه هي فيها موضوع حلو يعني موضوع حلو زين وشخصيات وفيها شغل كوميدي ان شاء الله يتوفقون الجماعه زين هذه بتنعرض يعني المفروض ان اخر الشهر شهر 4 يعني في الجزء الاخير من شهر 4 يعني ممكن في 20 في فالحدود بعدها بيجي عمل بعد للكبار لفرقه قطر المسرحيه حق المنتج حمد عبد الرضا بيكون هم كفرقتهم بعد عمل كبار من كتابه وداد الكواري واتوقع اخراج ناصر عبد الرضا في العيد بيكون في عمل لصالح المناعي للأطفال عمل بلقيس زي من تأليفه وإخراجه بيتقدم هذا عمل أطفال بعدها أتوقع فرقة الوطن عندها عمل وبعدها فرقة الدوحة بعد عمل لشيخ زيارة تأليف شيخ زيارة للأطفال يعني يمكن أكثر الأعمال السنة اللي بتقدم كلها أعمال للطفل يعني ممكن كان الاهتمام للطفل لنشأة الطفل هذا وإبراز يعني في بعض الشغلات اللي هي تهم الطفل من مواعيد من شغلات اللي هي وطنية ولا يعني كل هذا ممكن تكثيف إن هذا نشأة الطفل هو اللي ينفعك لما تكبر يعني الكبار ترى ما شاء الله عليكم أنتوا عندكم مفتاح كذي طلعت كذي تلفزيون ما طقت عندك طق سفرة روح الكويت شوف مسرحية وارجع وإحنا نقعد متمللين عقب لا روح مسرحية الكويت وارجع بسرعة بس اللي أسمعها من أستاذ فالح بالعكس هذا الشيء يسعدني إنه في حركة مستمرة حركة مسرحية مستمرة فعلا. هذا دائما يساعد ترى على تطور يساعد على خلق
أجواء جديدة دائما للطفل، فشيء شيء وايد وايد طيب وايد فعلاً. يثلج الصدر يعني. والأهم طبعا من هذا كله فعلا احنا نركز على الفئة الناشئة، الفئة الصغار هم هذا يعتبرون أهم فئة، فحلو لما احنا فعلا في كل مسرحية وفي كل عمل نقدمه نقدم لهم أيضا رسائل توعوية وقيم مهمة حتى تخليهم أكيد يتمسكون فيها للمستقبل. نبعدهم شوي عن الجوالات وعن هالأشياء، عن فعلاً الجوالات وعن الألعاب شوي. لا فعلا، فنقول حق العوائل يعني بانتظاركم إن شاء الله أشهر مليئة بالفعاليات والأكيد والأشياء المهمة والمميزة، فحلو بعد أن أنتم تكونوا موجودين مع عيالكم وتروحوا حتى لو أخوك الصغير تاخده بعد حلو تستمتع معه ما في أي عذر. لا زين زين ترى لما أنت تجي حتى أنت تستمتع واللي يمك يعني ما يفهم شنو هاي تفسر له. لا فعلا فسر له يعني لازم ولا يهمك أفكر فيها. يعني لا 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 ما يبيني أفكر. خاصة بالنسبة لي أستاذ فالح، أنت من الفنانين اللي فترة من فترات عانوا في شح الأعمال سواء التلفزيونية ولا المسرحية، اليوم الحمد لله قاعدين نعيش الفترة الأخيرة في حركة مسرحية جميلة. انتعاش. تعليقك عن هذا الانتعاش والرسالة اللي ممكن توجهها للجماهير اللي تقريبا حاليا هم المطالبين مش الممثلين. يعني احنا بيني وبينك انا سعادة الوزير صلاح بن قانم مهتم بشغلة انه لازم تقديم عروض مسرحية قد ما تقدر. يعني احنا ممكن احنا نفقد الجمهور، الى الان قاعدين نفقد الجمهور انه ما يوصل لنا الى الان، يمكن هو ما عنده ثقة فترة الزمنية هاي اللي مرت علينا انه ما في كان حضور للمسرحيات وما في مثل ما قلنا احنا في الكم هذا الكبير، انه مثلا ممكن تتعرض مسرحية الحين تتم بعد 6 شهور 7 شهور تجيك مسرحية ثانية، لكن لما يصير التزامن هذا يعني احنا نتوقع حتى المفروض انه يكون في فاصل بين العمل والعمل الثاني على اساس ان حتى انت ما تعطيني ان انا مستمر انا اضيع اي مسرحيه هذه. صح. اي مسرحيه اللي مستمره يعني عطني مجال مثلا شهر ان انا اخلي الناس شويه ترتاح وتهيئ نفسها وتدش في عمل ثاني. طبعا هذا كله لوزاره الثقافه احنا نشكرها والرياضه ان هي اتاحت الفرصه السنه لاعمال كثيره ب يعني شؤون المسرح اللي هو ساعد وقام حاول ينظم هذه العملية. السنة عندنا يمكن حدود 13 عمل مسرحي يعني في فترة زمنية يعني مثلا من شهر 1 إلى شهر 8. السنة القادمة أنا أتوقع ممكن الآلية تختلف، الأمور تختلف، لأن الآن عندهم تفكير في مسرح الدمى، عندهم تفكير في مسرح الطفل، عندهم المسرح الموازي. نتمنى وجود اللي هو المسرح المحترفين اللي احنا تعودنا عليه ولنا سنين طويلة احنا نشتغل في هذا العمل من أيام يوم العالمي للمسرح، لأن يمكن الحين 33 سنة احنا يمكن أقدم دولة في الخليج اللي هي بدأت في اليوم العالمي للمسرح. نعم، وإحنا أكيد نتمنى كذلك. يعني إحنا قاعدين نشوف الأهم أن في خطوات النجاح وفي الخطوات اللي نقدر نقول حتى خلينا نقول من الصفر، لأن يمكن الفترة اللي طافت كان فيها فترة ركود، لكن الحين ما شاء الله قاعدين نشوف فعلًا في انتعاش في حركة المسرح. فنتمنى لكم التوفيق ودائمًا مبدعين، وإن شاء الله أكيد راح تكون لنا زيارة لكم ونشوف هذا المسرح. ليلة 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 هاي هاي ضروري إن شاء الله نتريح حتى نرجع المشاهدين إن شاء الله. قاعدين شفتك الليلة بينك بالتلفزيون أشوفك البرنامج ما تصل فيك إن شاء الله. يعطيكم العافية سيد فالح فايز مخرج مسرحية فرسان الوطن، وأيضا من عمان الشقيقة أكيد زها قادر ممثلة مسرحية في فرسان الوطن. يعطيكم العافية وشكرا لكم وكل التوفيق في العروض القادمة وأيضا في الأعمال الرمضانية القادمة. الله يخليك موفقين إن شاء الله. وأكيد أكرر الشكر لوزارة الثقافة والرياضة، وهذا واجبهم، وإن شاء الله ننتظر منهم دائما الجديد وتطور في المسرح. والآن ننتقل إلى حنين. يا حنين عندك اليوم احنا ناطرينك نايف تروح للمسرحية. أنت مركزة بعد وتصور لنا وتنطر اليوم. يلا يعطيكم العافية، مستمتعين بهذه الأجواء فعلا. نفس ما ذكرت شوق ونايف أن الحركة المسرحية في انتعاش ملحوظ، وقاعد نشوف هناك مجموعة جدا كبيرة من الأعمال اللي احنا حريصين من خلال برنامجنا نسلط الضوء عليها. طبعا عندنا كوادر يعني
كل مرة قاعد تبدع ورسائل كل مرة قاعد نشوفها موجودة على أرض الواقع. هاي بالنسبة للحركة المسرحية، وهناك حركات أخرى في تطوير الذات والتنمية والإبداع، وكذلك معالم المنهج النبوي وتأثيرها على بناء هذه الشخصية، لأن عشان احنا نشوف عندنا هذه الشخصيات الموجودة في المجتمع، اللي هناك قائد، هناك شرطي، هناك طبيب، هناك تأثير كبير بداية نفس ما ذكرنا دكتور، اللي هي تبتدي منذ الطفولة لاكتشاف الموهبة وصولا إلى الشخصية اللي احنا قاعد نشوفها ونشهدها اليوم على أرض الواقع. فمدى تأثير معالم المنهج النبوي في بناء الشخصية؟ جميل جدا. خلينا نؤكد على نقطة مهمة جدا، أن الجميع مبدع والجميع موهوب، لكنه قطعا ليس موهوب في كل شيء ولا مبدع في كل شيء. الأخطاء اللي يصير وين؟ لما أظن أنه هذا التخصص أو هذا المجال هو مجالي دون دراسة ودون تحقق ودون استشارة، وبالتالي أخسر من عمري وجهدي ووقتي الكثير وأصل إلى نقطة الصفر. دائما نقول هناك لكل إنسان دائرة إبداع ودائرة إجهاد. دائرة إبداع معناه الأدوار والوظائف اللي حيبدع فيها، ودائرة الإجهاد هي الوظائف والأدوار اللي حيجهد بها. الآن إشكاليتنا كيف أستطيع أن أحدد دائرة إبداعي حتى أبحث عنها، وكيف أحدد دائرة إجهادي حتى أتجنبها. صحيح. هذه النقطة الأولى اللي وجدناها في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يدل للصحابة على نقطة الإبداع أو دائرة الإبداع، هذا عملك وهذا ما عملك. لذلك واحد من القصص الكثيرة المشهورة أنه واحد من الصحابة الكرام اسمه أبو ذر جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله ولني، يعني اجعلني واليا على مدينة. نعم. فقال لا، إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. الإدارة والمحاسبة ليست من أعمالك. أنا أحبك لكن مو شغلتك. لذلك هذا في المثل السائد في كل اللهجات العربية: أعطي الخبز لخبازة، أو في كل اللهجات بالضبط هذه النقطة. كل إنسان أكو دور ينتظره، كل ميسر لما خلق له. نحن بحاجة إلى أن نعرف الكرسي الذي يناسبنا حتى لا نجلس على كرسي الآخرين. نعم. فهذه نقطة جدا مهمة، دائما نرجع ونقول نفس ما أنت ذكرت، اكتشف نفسك وشوف وين أنت تبدع، وتجنب الدائرة اللي أنت قلت عنها الثانية اللي هي فيها دائرة الإجهاد. يعني ما شاء الله قلت لكم إحنا كم ما صار لنا دقيقتين استفدنا هالفائدة، ما بالكم لما تروحون وتحضرون وتستمتعون، خاصة إن في بكرة راح يكون دورة. صحيح. بكرة ستكون برنامج تطوير الأداء التربوي والتعليمي. نعم. باستخدام مقياس الأنماط الشخصية. الفكرة مالته طبعا هو موجه للمعلمين وموجه للآباء والأمهات، لأنه تربوي وتعليمي. نعم. الفكرة القائمة الأساسية، وهذه دائما ندعوها في كل برامجنا، المربي سواء معلم أو أب يحتاج أن يفهم نفسه أولا وأن يفهم الآخرين ثانيا. لذلك لما يعرفون العلماء الذكاء الوجداني يقولون الذكاء الوجداني أن أفهم نفسي وأتقبلها، وأن أفهم الآخرين وأتقبلها. صحيح. إذا احنا استطعنا أن نوجد هذه المعادلة بفهم أنفسنا فهم الآخرين، حلت لدينا المعادلة النجاح في التعليم والتوجيه والتربية وتوظيف الطاقات. دكتور نتمنى أنك تستمتع خلال هذه الأسبوعين في دولة قطر إن شاء الله، وأكيد ما تكون أول زيارة تستمر هذه الزيارات، وتحضر المسرحيات بعد اللي موجودة عندنا في قطر، لأن فعلا عندنا مجموعة كبيرة من النشاطات والفعاليات، ونتمنى من الجمهور اللي قاعد يتابعنا أنه يحضر ويستفيد من هذه المعلومات اللي لها يمكن جانب جدا كبير في بناء الشخصية وتطوير الذات، ولها جوانب كثيرة يمكن إحنا نستفيد منها، خاصة أن جزء كبير منها هو مجانا لدعم وتطوير وتشجيع المجتمع أنه يكون موهوب وأنه يكون مبدع ويعرف الدائرة الإيجابية والدائرة اللي تخدمه عن الدائرة اللي يمكن تسبب له هذا المجهود. دكتور رضا الحديثي، مدرب وباحث في علم الأنماط النفسية والطباع الشخصية، شكرا لك، شكرا لوقتك، وشكرا أن اليوم كنت موجود معنا، قدمت لنا مجموعة بسيطة وسريعة من المعلومات. أكيد إحنا كلنا حريصين إن شاء الله نكون خلال أسبوعين متابعين متواجدين لما يتم تقديمه. شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا برنامجنا الحين مستمر، نفس ما قلنا لكم في تنوع جدا كبير في الفقرات، عندنا فقرات أكثر ولكن بعد الفاصل.
رجعنا لكم مشاهدينا، مستمرين معاكم في برنامج شوي ضحكت لكم. عندنا فقرات وايد ومن ضمنها اليوم راح تكون فقره المطبخ. شيف اسماعيل اغا حياك الله معنا. طبعا احنا كل الضيوف اللي يجون حق الاستوديو ينتظرون هذه الفقره ان شاء الله. فضيفه شوق ونايف ان شاء الله راح تكون مستمتعه معنا في هذه الفقره وهذه الالوان الجميله اللي موجوده عندنا. شيف اسماعيل تحدثنا شنو راح يكون موجود حق الساده المشاهدين، شنو راح نقدم لهم اليوم؟ احنا اليوم راح نقدم من المطبخ الشرقي، راح نعمل سندويش مسخن. راح نشوف منك. راح نعمل سندويش مسخن الأردني. مسخن الأردني. اللي هو دجاج مسلوق مع البصل والسماء دبس الرمان. أوكي. والسندويشات أنت تعتمد على هذه الأنواع. لا الشرقي بده الخبز العربي. الخبز العربي. وأحيانًا ترى نقدر نستبدلها يعني لأنك أهم شيء. إنزين. وبعد إيش راح نسوي؟ راح نعمل كلاب ساندويش. كلاب ساندويش. اللي هي بالتوست. خبز التوست مع البيف المدخن. ايوه والاومليت والتشيز والخضار. هاي راح يكون هناك. شنو في شيء ثاني قاعده تشوف؟ راح نعمل شيء جديد من ابتكاري. يعني هي ابتكارك؟ هي الكنبيه الكبه. ايوه هي بعملها على شكل كبه بنقليها عجينه الكبه مع شنو راح تكون؟ عامل انا موس السينمون المدخن. احنا عاده متعودين مع لحم. هي شيء جديد يعني راح تكون على شكل كنبه. زين يعني. احنا راح نبلش الحين في المسخن اول شيء ان شاء الله باذن الله. المسخن شنو؟ تمسلق سلقنا عشان الوقت، سلقنا الدجاج جاهز والبصل مقطع جاهز. وطريقة تقطيع الدجاج شلون تكون؟ أنا عادة أنا عارف إنه يكون أنعم أصغر من كذي، راح نسوي إحنا هذه الطريقة. نبلش من زين في المسخن؟ إن شاء الله. أول شيء بنشغل. أوكي. تبيني أشغل لك هذه بعد؟ لا أوكي. ولا خلص. لا؟ أوكي بس واحدة. زيت زيتون. بدك تاخذ كمية مليحة زيت زيتون. بس هالكمية إحنا نحط أكثر ترى. هو كذي زين، هاي كمية بسيطة. إنزين وبعدين إيش راح نحط فيه؟ حط البصل بس هي إحنا شوية زيت. البصل شرائح مقطعة. إيه سلايز. أنا عامل من البصل الأبيض لأنه في نسبة مية أكتر سكريات أكتر لذلك. فأنت تفضل في المسخن البصل الأبيض. ما نخلي شوي يسخن زيادة ولا؟ أوكي. أيوة. هي بتأخذ كمية بصل مليحة. والسماق راح نحط مع السماق صحيح؟ ايوه بالاخير. نجيب قفشه. ايوه طبعا شوف هاي بالنسبه احنا دائما حريصين في فيضحة ان نقدم اسهل طرق بالضبط لاعداد الوجبات اللي موجوده عندنا. هذه بالزبط. اسهل طريقه للمسخن يعني انه يكون دجاج مسلوق جاهز بالصل جاهز بالضبط وبعد نحط السماق وبس صح؟ ايه السماق سخنه شوي. هلا بنحط للبصل ملح. شويه ملح ايوه عشان يدبل فورا يستوي بسرعه يعني بيطرد المي من قبل البصل. هل يوصل مثلا للون معين البصل عشان نضيف الدجاج ولا هو بس يدبل شوي يعني بس يدبل يعني ما نخليه سوتيه شوي يعني بس ما بنخليه يحترق. وهل احيانا في ناس يضيفون احيانا ثوم مثلا؟ هلا انا قليل حتى يذوب في الثوم لانه هي اعتماد على البصل. بس الواحد فيها على كيفه يعني ممكن حدا ما يحب البصل ما يحب البصل. لا البصل اكيد لازم ضروري يمكن الثوم فعلا في كثير من الاشخاص ما يحبونه. فاحنا الحين حاليا بس خلينا البصل وحطينا رشه ملح. اي بصير يذبل البصل فورا يذبل بسرعه. والخطوه اللي بعدها راح تكون نحط الدجاج بس بهالطريقه ولا نخليه بعد يستوي اكثر؟ هلا شوي بده ما بدنا يحترق يعني ما يصير على لون ذهبي مثلا؟ لا ابدا ما بدنا هيك عشان السماق هو اللي بيعطيه اللون تبعه اللون الاحمر. ايوه بس هيك ليدبل بس. والخبز اللي يستخدم مع الخبز العربي اللبناني او الصاج؟ الصاج كمان بصير يعني اعتقد الاسهل اللي موجود في البيت يستخدم الخبز اللبناني لانه هاي موجود في كل بيت فاسهل بالزبط. لهم خلينا الدياي يعني انا كنت افضل نحط شف كميه بصل اكثر بس الحين احس كميه الدجاج اكثر من البصل صح؟ هلا يعني ممكن ازود حسب ست البيت شو بتحب صحيح بس هي هيك مناسبه انا احس بعد ان الاطفال يحبونها يعني لانها سهله سريعه وغير طريقه التقديم. انت طيب. تحطها مع طحينه صح شيف اخر شيء في التقديم؟ لا بالتقديم انا حط حمص جايب حمص. تحط حمص. في عالم بتحب كريم توم عالم بتحط طحينه حسب كمان. انا بالنسبه لي افضل الطحينه صراحه. حط السماق تاخذ سماق منيح
عشان تعطيها اللون تبعها. تمام. وفي بعض الاشخاص يحطون عصره ليمون بعد يمكن. اه ممكن. يمكن أنا شوي احط لها هلا دبس الرمان تعطيها طعم وحموضه شوي. شويه ملح. تمام. اذا شفتوا مشاهدينا الخطوات وايد سريعه وايد بسيطه، تنفع حق غدا تنفع حق عشاء. فيختلف طبعا حسب رغبة كل شخص. يعني وجبة سريعة إذا وجبة الواحد سريعة وسهلة. بس يعمل ساندويتش ويمشي. اليوم إن شاء الله بنطبقها في البيت. إن شاء الله. خلينا سماق، خلينا ملح، خلينا بصل، خلينا دياي، وايد سهل. وبالأخير راح نشوف شلون راح يتم. نخليها عقب بالفرن صح ولا على طول تحطها كذي؟ بالفرن أو بنحمص، بس حطينا الخبزة، نحمص الخبزة. نحمصها وين؟ هاي دبس رمان؟ إيه دبس رمان. دبس رمان. إنزين بين ما نخلط هذه المكونات لين ما تستوي ما راح تستغرق. شوية بابريكا كمان. شوية بسيطة من البابريكا. بعد شنو المقادير بنحطها عشان لازم نروح حق شوق نايف؟ إيه إن شاء الله. هلا حطينا الدبس الرمان نص معلقة تقريبا، حطينا السماء، حطينا البابريكا. أيوة. شوية بسيطة، حطينا الفلفل الأبيض. تمام. هذه البهارات اللي لابد نستخدمها في المسخن. هذه البهارات اللي بنحطها المسخن. وصلتكم الريحة؟ للحين شوي. عاد ما كثرتي دبس الرمان، تحبين دبس الرمان؟ بحط الحين صح؟ شايف بنحط دبس الرمان زياده. عاد نايف كيفك؟ احنا نحب دبس الرمان اكثر. احنا اكيد راح نرجع حق حنين مره ثانيه مع الشيف، اكيد ان شاء الله يكونوا مخلصوا طبقهم، لكن احنا ايضا مستمرين معاكم ودائما وابدا من خلال برنامج شويه ضحى نسلط الضوء على اهم وابرز الفعاليات. طبعا عندنا من ضمن الفعاليات راح تنطلق في 20 من هذا الشهر، عندنا ايضا فعاليه جدا متميزه راح نتحدث فيها عن اكيد بطوله التراثي الاسلامي. طبعا هذه البطولة لها صدى كبير، تقريبا لها 20 سنة في هذا المجال، كل سنة عن سنة تفرق بالتقديم، كل سنة عن سنة يزيدون أشياء جديدة، فرح نتعرف أكثر عن هذا الجانب مع أكيد من بيكون معنا. أنت بخليك تعرف شخصية مميزة. أكيد شخصية دائما مميزة، سيدة منال اليافعي مدير قسم الإعلام بالاتحاد القطري للرياضة للجميع. وقبل أن نبدأ حوارنا اللي صار من شوي اللي هو في المطبخ هنخليه على جنب، خلينا نركز في الرياضة الحين والأمور الجميلة عندي أنا وشوك الرياضة. عند حنين بيكون الطباخ والأكل. منها صباح الخير. صباح النور والسرور. هلا والله. يعطيك العافية، سعيدين بوجودك معنا اليوم. يمكن نتكلم فعلا عن جانب وايد مهم، نتكلم عن هذه البطولة اللي لها صدى كبير أمانة، من 20 سنة إلى هذه اللحظة، كل سنة عن سنة تفرق، كل سنة عن سنة قاعد نشوف في تقدم ونجاح أكثر. لكن للناس اللي لحد الحين ما يعرفون إلا الثلاثي الإسلامي، شنو هي الرياضة؟ نعرف عليهم. الثلاثي الإسلامي هي ركوب الخيل والرماية والسباحة، طبعا هاي احنا نسميها هي رياضات إسلامية وأيضا من رياضات الآباء. فالمحافظة على الإرث الرياضي في دولة قطر هو من توجهات الاتحاد القطري للرياضة للجميع، وإن شاء الله راح نستضيف في تاريخ 20/4 هالشهر إن شاء الله عدد من الأبطال اللي راحوا يتنافسون معنا في هذه النسخة إن شاء الله. النسخ السابقة ما شاء الله كانت متميزة وبرزت على الساحة، النسخة هذه فيها تطور، فيها شيء جديد، فيها إضافة من جانب الاتحاد؟ طبعا فيها. أول شيء قبل كان مثلا كل مشترك يدخل وهو مثلا اللي يمارس ركوب الخيل والرماية والسباحة، تقديرا إلى القدرات المشتركين نفسهم قدراتهم الرياضية. البعض مثلا كان يسجل بس مثلا عند الخيل ما عنده خلينا نقول القدرة على مثلا منافسة بقية الأبطال، فإن شاء الله في هالنسخة راح يكون يقدر المشترك باثنين معه يشتركون معه أو ثلاثة في اللعبة اللي هو في ركوب الخيل والسباحة والرماية، يعني ثلاثة يقدرون يشتركون في الثلاثة ألعاب أو اثنين أو واحد. يعني حلو، حتى هاي نوع من الدعم والمساعدة لهم أنهم يستمرون ويكملون. أي وطبعا الاتحاد القطري للرياضة للجميع بعد راح يوفر لهم فرص أن هو يعطيهم بعض المقرات يتدربون فيها قبل البطولة. ما شاء الله. وتوفير الخيول وما إلى آخره، يعني مو بلازم كل تجهزونهم. أي مو بلازم كل مثلا متسابق يكون عنده الخيل، لجنة القدرة التحمل أيضا بتزودنا في الخيول وبعض المتعاونين معنا. يعني نقول ما في أي عذر، اللي فعلا حاب يشترك حتى اللي ما عنده خيل أو ما يعرف الرياضة يقدر يتعلمها حتى قبل لا يدخل ويشترك معكم. صحيح. زين احنا بالنسبة عارفين انه يمكن دائما هذه هذه اللعبة أو هذه الرياضة أو هذه المسابقة تحديدا موجهة لفئة الشباب. فئة الشباب والكبار، فلحد الحين الأبواب مفتوحة صح؟ شلون شفتوا الإقبال لحد هذه اللحظة؟ لحد الحين الحمد لله في تسجيل، لكن لا زال الترويج إلى البطولة، لكن مشتركين اللي معانا من النسخ اللي طافت هم أوائل المسجلين معانا. دائما حريصين على التسجيل؟ دائما حريصين، لأن هي مو بس أجواء فوز وخسارة، هي أجواء متعة. وأيضا بالمناسبة يعني تم رفع حتى
الجوائز المقدمه اللي توصل لربع مليون ريال يقتري. فهاي بعد باب من الدعم والحماس للشباب نفسهم. تفكر تشارك؟ والله قاعد افكر اشوف الحسبه ربع مليون سباحه ورمايه وركوب الخيل. ركوب الخيل يمديك تاخذ حد معك؟ اي لا وتقسم عقب الجائزة. ولكن ما تبي تقسم الجائزة. تبي تشاركني؟ سمعت ربع مليون تبي تشارك صح؟ ما لي شغل انتم شباب. كم عدد الدول المشاركة؟ بس من قطر ولا في من برا؟ لا هي بطولة محلية. بطولة محلية. بطولة لكن محلية. جميع الجنسيات تقدر تشارك ولا بس القطريين؟ احنا مركزين على الشباب القطري، لكن ايضا اذا كان في متسع حق بقية الجنسيات راح نرحب فيهم. ان شاء الله. احنا يمكن ذكرنا البطوله راح تكون تاريخ 20، بس وين بالضبط راح تكون هذه البطوله؟ اين ستقام؟ راح تكون في ثلاث اماكن. المكان الاول راح يكون في سيلين حق الخيول، وراح تنطلق البطوله في وقت بدري عساس الخيول والحر، فايضا هاي مراعينهم معانا. بعدين ان شاء الله راح يكون في نادي السد حق السباحه عساس الموج ما يغلب المتسابقين، بنكون موجودين في نادي السد وفي خصوصيه ومسكر وما عندنا في المجمع المائي. اي لان السنه اللي طافت صار مطر فالبعض تعرقل في البحر، لكن هالسنه ان شاء الله احنا ماخذين الاجراءات الصحيحه. وايضا في الرمايه راح يكون عندنا 10 طلقات شوزن و10 طلقات اللي هو الرمايه، راح يعني حتى في تنوع اللي ما يعرف هاي يعرف يعني الاثنين يقدر لهم، عرفت شلون؟ ما شاء الله. ما شاء الله. شوفي في الشوزن وهاي انا عندي هالموضوع، يعني لو نقسمها الحين الربع مليون تقسم نقسمها على ثلاث العاب، هذه الرمايه والسباحه وركوب الخيل. لا هو حاط في باله، خلاص سجلوا، انا اقول لكم سجلوا معاكم من الحين. لما نتكلم عن التعاون كذلك في تعاون مع الاتحادات الدوليه، الاتحاد الدولي القدره والتحمل. اي وايضا للرمايه وايضا اتحاد الاتحاد القطري للسباحه. شلون هاي التعاون المثمر اللي قاعد يصير بينكم؟ قاعد يسهل العمليه طبعًا. والتجربه؟ اي طبعا، لان كلنا في اختصاصه، احنا اتحاد القطري الرياضه الجميع نعني في الفئات المجتمعيه بشكل عام، لكن دائما لما يكون عندي شكل عام وعندي شكل خاص هو يعني بشكل خاص يساندني ويدعمني ويقدم لي الدعم، وايضا من خلال التنظيم وفريقه في التنظيم، مثلا فريق التحكيم في السباحه، فريق التحكيم في الرمايه، فريق طبعا هاي كلها تضافر الجهود عشان ننتج مثل هذه البطوله الناجحه. حلو، يعني دائما حتى راح يكون في محاكمين معروفين حتى ولهم اساميهم اللي راح يجون في المسابقه، وهذا طبعا شيء جدا جميل وعادل ايضا في نفس الوقت انه حتى كمسابقين يرتاحون اكثر. لكن ايضا لو نتكلم احنا ما شاء الله يمكن نتكلم عن الاتحاد القطري للرياضه للجميع، مش فقط في يوم معين في السنة، دائما أنتم ما شاء الله أجندتكم على طوال السنة ودائما تقدمون فعاليات مختلفة وكثيرة. لو نتكلم عن أهم الفعاليات اللي سبق وقدمتوها عندنا هذه الفترة، يعني عندنا فعاليات اليوم الرياضي قدمناها والحمد لله نالت على إعجاب الكثير. احنا طبعا في اليوم الرياضي مشرفين عليه، لكن أيضا خصصنا فعالية مرح البالونات أو سباق البالونات أو الجري بالبالونات، كان في حديقة البدع وكان في حضور لافت من الأطفال. تم دعوة موظفي وزارة الثقافة والرياضة، وتم أيضا دعوة المدارس اللي يونا في مدارسهم، تقريبا وصلنا إلى فوق 1500 مشترك إن شاء الله. وكان الفكرة أن كل طفل يركض في إيده البالونات وما يطيرها. كانت حلوة، كانت تجربة حلوة. كان طبعا مع الآباء مش الأطفال نفسهم، حتى العائلات كانوا مشتركين. فترة اللي طافت الجمعة اللي طافت سوينا اللي هي مسيرة يوم التوحد تزامنا مع يوم التوحد العالمي دعما لذوي التوحد، وايضا ان شاء الله على الاسبوع الجاي او تاريخ 17/4 راح نسوي سباق للاطفال مره ثانيه في حديقه البدع. السباق راح يكون البالونات ولا شيء لا ما راح يكون هالمره، لا ما راح يكون ان شاء الله في البالونات، راح يكون ركض، راح يكون جري. عندك معلومات عن برنامج تريض؟ ان شاء الله هي فكره في جامعه قطر، هم طلاب من جامعه قطر، حبينا ان احنا ندعمهم. راح يكونوا متواجدين في وزاره الثقافه والرياضه وراح يلقون ندوه تحت عنوان حمله تريض بعدد من مشاهير خلينا نقول الرياضه في دوله قطر او اللي عندهم انجاز، مثل عندنا متسلقه جبال، عندنا خبير تغذيه ورياضه، ايضا يعني مشرفه رياضه، الكثير من الشخصيات هم استهدفوها واحنا نقدم لهم الدعم، وايضا احنا نقدم الدعم حق كل من عنده فكره رياضيه ويبي ينشرها في المجتمع. بالمناسبه احنا في وزاره الثقافه والرياضه كاتحاد عندنا برنامج اسمه رياضة المؤسسات، فحملة التريض جدا متناسقة مع فكرة رياضة المؤسسات.
وان شاء الله راح نستفيد منهم ونفيدهم باذن الله. نعم، شوفي الشراكه المجتمعيه يعني اللي تكون موجوده اتوقع هذا شيء جدا مهم ودور بارز حتى في هي ما شاء الله حتى في شخصيات حلوه قاعد يستضيفونها شخصيات مؤثره واتوقع هذا شيء جدا حلو ان اليوم احنا قاعد نشوف كل المؤسسات المراكز كلها تشتغل على يد وحده تحت خلينا نقول منظمه وحده تحت مؤسسه وحده وتحت الاهم تحقيق رؤيه قطر 2030. احنا ان شاء الله بنكمل الكلام عن الرياضه والامور هذه، وإذا تبون تعرفون معلومات أكثر خلكم معنا، بس الريحة غلبت علينا يا جماعة فبنروح حق حنين نقدم مرة ثانية ونشوف وين وصلتوا. وصلنا يعطيكم العافية، الحين بوريكم الخطوات. شوف احنا الحين سوينا بعض الساندويتش مني اللي هو الساندويتش المسخن، استخدمنا هذا الخبز، بس طاعتكم تستخدمون الخبز اللبناني، نسوي بس واحدة قدام المشاهدين بين ايوه هذه الخبزة، نحط المسخن بهالطريقة، نحط دبس الرمان، نحط شوية دبس رمان. الطباخ قاعد يشتغل بروحه شكله الحين. نسكرها بهالطريقة نفس ما تشوفون الشيف بخر، هاي طريقة وايد سهلة. بعدين الحين شنو؟ غير رأي الطباخ ما يبي يشتغل؟ مو رايد يشتغل. الحين بنحاول نشغله، لكن اللي راح نسويه ان احنا راح نشغل النار بعدين يتم وضع تسخين، نسخن نسخنها في نسبة زيت راح تكون معينة، اي شوية زيت زيتون، شوية زيت زيتون. تدهن الخبزة ولا تحطها هناك؟ ندهن الخبزة ونحط هون شوي يعني يكون هني فاضية ما فيها اي شيء، لا نحط كمان شوي هون، تحط شوية وتندهن هون. اوكي هاي اشتغل، ايوه نحط الزيت. نحط الزيت، انا طبعا قاعد اضحك لان الفرن قاعد يشتغل بروحه ويسكر بروحه حاليا. شوفوا كمية الزيت اللي موجودة، كمية زيت. أنا الشيف راح أهرب شوي بعيد لأن في أي لحظة راح ينفتح أي فرن هنا. خلاص في داكي ولا يهمك. الله يرضى عليك. لا بس أهم شيء النار شغالة هني صح؟ إي شغالة النار ما في أي مشكلة، ننتظر شوي الزيت يسخن. أيوة في هذه الأثناء لما يسخن الزيت إحنا نستغل وقتنا بشيء ثاني. أوكي. إحنا تقريبا هاي أدوات المسخن خلصنا منها صحيح؟ السماق خلاص، دبس الرمان خلاص بعد، إيش راح نسوي الحين؟ إحنا راح نسوي الحلوم ساندويش. إيش راح نسوي؟ جبنة الحلوم. جبنة الحلوم تمام. مع هذا الخبز الصغير. وجبنة الحلوم بنحطها على النار بعد صحيح؟ أيه. تمام. حاليا لين ما يسخن سخن الزيت راح نحط الخبز نفس ما انتم أيه. تشوفونه، لين ما يسخن الخبز راح نطلع فاصل راح ترجعون تحصلون الخبز جاهز. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد مع فقرة المطبخ وأيضا فقرة الرياضة في نفس الوقت، يعني احنا كنا سعيدين أيضا لما احنا قاعد نشوف أنه دائما في إقبال في تطور أكبر، وفي حتى قاعد نشوف أنه في مجتمع اليوم صار واعي أكثر بأهمية ممارسة الرياضة ولا مش في المسابقات في الحياة اليومية، لذلك يمكن احنا الرياضة للجميع، أنتم أحد أهم أهدافكم أنه دائما توصلون الرياضة للكل الصغير أو الكبير. صحيح صحيح، احنا نهدف الى ان احنا ننشر وعي الثقافه بالرياضه، لان كثير عبالهم ان بس الرياضه هي عشان انقص وزني، ان اساس ابني جسمي، بعض الشباب ان بس عشان ابني جسم، او مقتصر عند الاطفال ان الرياضه يعني انا العب كره قدم. بالعكس تماما، الرياضه هي حياه، هي روتين صحي، يعني رغم التكرار الى ان فيها التجديد، وايضا هي تساعد على حلول كثير، يعني حل كثير من المشاكل النفسيه المتعلقه او خلينا نقول المشاكل المكبوته داخل الشخص، دائما الرياضه هي تكون المتنفس الواسع لهذه المشاكل. وانتم اعتقد هاي اهم رسائلكم في اليوم الرياضي بما انكم الجهه المشرفه على هذا اليوم صح منال؟ صحيح، ان اليوم الرياضي هو انطلاقه لبقيه ايام السنه ان تكون تستمر على حلو. حلو، زي ما نلا نتكلم بشكل عام عن الاتحاد بالاتحاد القطري، هل معاكم شراكة مثلا مع المدارس؟ نعم، احنا حاليا عندنا فعاليات المدرسية، وهذه الفعاليات المدرسية قائمة على أساس ان احنا نروح إلى هذه المدارس وناخذ حصص الرياضة، احنا ناخذها منهم. حلو. ونقوم ان احنا نضيف بعض الألعاب اللي هو التلي ماتش، ألعاب متنوعة
وبنفس الوقت ندخل عنصر المتعه بين الطلاب. وبالنسبه حق الطلاب تشوفون فعلا في تفاعل، في وعي اكثر صار بان الرياضه مش مقتصره على شيء معين، مش كره قدم او كره معينه، صار لا في اكثر يعني في انفتاح اكثر حتى. والحمد لله وصلنا الى درجه ان المدارس صاروا ينادوننا على اساس حتى ان مثلا نوعتوا لنا الرياضة، يعني دخلتوا لنا ألعاب جديدة إحنا قبل ما كنا نقدر نجيبها، فنبي نستفيد منكم أكثر. ومثلا إحدى المدارس طلعناهم الحديقة، مو بس يعني خليناهم داخل اللي هو الصالة المغلقة، لا طلعناهم الحديقة. وأيضا البنات قسم الفعاليات النسائية أيضا ما قصروا حق مدارس البنات، وأيضا حق الملتقيات، ملتقيات الفتيات والفتية على حد سواء. نركز أكثر في حديثنا عن السيدات كذلك، يعني في فعاليات خاصة فيهم، يعني أنا قاعد أشوف هني مثلا في حلبة لوسيل كان في يوم مخصص للسيدات من ضمن برامج الاتحاد. صحيح، والحين بعد بنطلق مبادرة نمشي وراح تكون موجهة للسيدات اللي هو امشي معنا، حق السيدات داخل حلبة لوسيل. حلبة لوسيل مفتوحة على أساس أنه حق السياكل بإذن الله متواصلين فيها، وايضا حق المشي، حق اليوغا، حق الزومبا، اي كثير من الانشطه الرياضيه. والحين راح ان شاء الله نخليها ايضا حق المشي. مكان مسكر، خصوصيه تامه وكل شيء الحمد لله. يعني ما في اي عذر، نرجع نقول دائما الرياضه الواحد اذا بيسويها ما في اي عذر، لان دائما الدوله توفر كل سبل الراحه وتوفر كل سبل ان اليوم واحد اي شخص حاب يمارس الرياضه ممكن فعلا نفس ما ذكرنا ونفس ما ذكر اخوي نايف انه فعلا مكان مغلق نقدر احنا نستمتع بهذه الاجواء. يعني وحتى بالنسبه حق الاجواء احنا خلاص ما نشيل هم لنا مكان مسكر فما نحاتي اي شيء. صحيح بالضبط، فاكيد احنا نوجه هذه الدعوه للجميع، سواء الشباب يشاركون بالرياضات الشبابيه، بنات وسيدات يشاركون ايضا بالرياضات والانشطه اللي تتعلق فيهم. فلو نقول لك اليوم دعوه توجهينها للساده المشاهدين باهميه الرياضه بشكل عام. الرياضه هي ثقافه. اختصر فيه فعلا. الرياضه ثقافه، لازم تكون شيء واسلوب حياتنا نتبع في حياتنا. شكرا لك وما قصرتي واستمتعنا امانه معكم. انا استمتعت معكم. سيده منال يافعي مدير قسم الاعلام بالاتحاد القطري للرياضه للجميع، الله يعطيك العافيه. عافيك. ولا تحركين ترى معزومه معنا على الريوق. واي معلومات اضافيه تبون تعرفونها عن اتحاد الرياضه للجميع تدخلون على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه فيهم اللي هي QA Sports for All، وتقدرون تشوفون كل البرامج وتنضمون لها. لكن الحين بنروح حق حنين ولا حنين ساعديتي؟ احنا قاعد نطبخ لكم. انا اشوف اذا جاهز سندويشاتك ولا لا، يعني وانت حاب اذا تبي تعزم الكل حياهم الله بعد. الله يحييك، انت ما تقصرين دائما يعني. ترى ما راح نسوي وايد، كذا سندويشتين فتتقاسمون كيفكم. خلاص انا تبرعت بسندويشتي. احنا طبعا قلينا الحلوم صح؟ وراح نحط معاه طماط وخيار وبعد بستو صوص. بستو صوص هو عباره عن الريحان والزيت الزيتون والصنوبر، نضربهم بالخلاط. تمام، ريحان، زيت زيتون، صنوبر، تخليهم بالخلاط، نخليه في الصمون. عاد هذه وجبة بعد فطور عشاء. فطور أكثر شيء. حتى في ناس يحبون خفيف لبنة أجبان على العشاء. نحط الطماطم. يعني الفطور اليوم أكلنا جدا سهل. سهل وغني كثير. أيوة. إحنا حطينا هاي الصحون. طبعا المسخن. نقدر نحطه بهالطريقة ونقدر إن إحنا نقطعه. تمام أيوة. ونسوي الساندويتش الثاني أيوة. لأن أنا قلت لهم في أكثر من ساندويتش، بسوي لهم ساندويتش واحد بيزعلون. ونحط هذول. نبدأ الحلون قلنا بزيت زيتون. بزيت زيتون. عادي. بنسوي هالساندويتشين. وبعد شنو الاشياء السهله الساندويتش، لان احنا عندنا الوقت يعني لضيق الوقت عندنا وقت بسيط. هلا رح نعمل فايش راح نسوي؟ رح نعمل هلا الكنبي. اوكي بس طريقه شلون تسوي الكبه هذه؟ اوكي هلا عجينه الكبه عاديه، عجينه عاديه. عجينه عاديه. كيلو البرغل بياخذ نص كيلو لحم. أيوة. خضره ومع شويه بهارات عربيه. ايوه نضربهم بالماكينه بتطلع هيك، بنعملها بالقالب، الى قالب خاص لها وبنقليها. تمام قليتها، بعدين تحط ال بالضبط. شنو بنحط؟ موس السلمون. وشلون هذا القادير؟ موس السلمون عباره عن سلمون مدخن. ايوه بحط له كريمه التشيز، تشيز السائله او الجبنه السائله الكريميه. ايوه بنضرب بالخلاط مع شويه عصيره ليمون شويه ملح. تمام ونحطهم على طول. حياكم الله.
هذه أطباقنا اليوم في برنامج شي الضحى. هاي الحلوم والفستة وهاي المسخن. يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعطي العافية الشيف. أنا هاي شنو هاي؟ هذه كبة بس هي بطريقة الشيف، واللي حبيت لأن الشيف قاعد يعطي المقادير يعني. لأن في طه يقول لك والله شيء أنا ابتكرته، شيء أنا سويته بحتفظ فيه حق نفسي. طبعاً الشيف يعطيك ألف عافية. يعني فكرة. ندري إن في أطباق وايد أنت كنت بتسويها، ولكن اليوم إحنا راح نكتفي بهذه الأطباق، وإن شاء الله راح يكون عندنا لقاءات في الحلقات القادمة معك وأطباق أكثر. شكراً لك. يعطيك العافية. شكراً لك مشاهدينا، أتمنى أنكم استمتعتوا معنا، وإن شاء الله بعد تطبقون هذه السندوتشات تسووها اليوم عندكم في البيت. إن شاء الله إحنا استمتعنا وصدقنا حنين ثبت فيها السالفة، ولكن إحنا جينا نشاركها في الموضوع هذا فما الله.